خدي يا اياد، انتي اللي عامله خضار. حاضر يا ماما. الحمد لله، بقالنا كتير قوي النهارده يا طنط. ايوه يا حبيبتي، الحمد لله ومتشكره اللي انتي بتساعدينا يا هنا. انا بحب اساعدكم قوي، وكمان عشان انتوا بتاخدوا بالكم مني. مامتك قارتنا وانا بحبها، فلازم اخد بالي منك. انا كان نفسي اقدر اروح مع ماما الشغل، بس ما ينفعش علشان صاحب السوبر ماركت مش بيرضى. احنا بنكون مبسوطين وانتي معانا يا هنا، وانا بحبكم قوي عشان بتساعدوني انا وماما. يا حبيبتي الجيران لازم يساعدوا بعض. ماما الراجل الرخم جه. اياد قلتلك ما تقولش عليه كده. ازيك يا مو اياد؟ اهلا. ازيك يا استاذ يونس؟ انا شايف ان انت بعت كتير قوي النهارده، معنى كده ان انت معاكي فلوس. ايوه الحمد لله معانا فلوس. كويس، انا عايز فلوس الايجار بتاعي. حاضر هجيبها لك حالا. بنتي يا هنا، مامتك فين؟ في السوبر ماركت، لسه ما رجعتش من الشغل. والليله اتحضر فلوس الايجار، ما تعملش زي كل مره، يا اما هرميكوا في الشارع. حاضر يا عمو. اتفضل يا استاذ يونس الفلوس. ماشي، اشوفك الشهر الجاي. انا مش بحب الراجل ده. ولا احنا، بس لازم ندفع له الفلوس كل اول شهر، لو ما دفعناش هيخرجنا من البيوت بتاعتنا. ماما انا تعبت من الوقفه بقى، يلا بينا ندخل نقعد جوه. ايوه عندك حق يا حبيبي، كفايه كده النهارده. وانتي يا هنا تعالي معانا لغايه ما مامتك تيجي. حاضر يا طنط. هنا افتحي الباب، شكل مامتك جت. ياي ماما جت، ماما جت. مساء الخير، عاملين ايه؟ مساء النور، الحمد لله على السلامه. وحشتني قوي يا ماما. وانتي كمان وحشتيني يا حبيبتي. عملتوا ايه النهارده؟ انا ساعدت طنط تبيع الخضار. ايوه ساعدتني كتير قوي، والحمد لله بعنا كويس. طيب الحمد لله. معلش انا اتاخرت عليكم النهارده، كان عندي شغل كتير قوي في السوبر ماركت. انت اكيد راجعه تعبانه قوي يا طنط. ايوه جدا يا حبيبي، انا هاخد هنا علشان نلحق نروح نعمل العشاء. طيب ليه، ريحي نفسك، انا بحضر العشاء، تعالي ناكل مع بعض. دي فكره حلوه قوي يا ماما. هي فكره حلوه بس انا مش عايزه ازعجكم، كفايه انكم واخدين بالكم من بنتي طول اليوم. ما تقوليش كده، بنتك دي انا بعتبرها زي بنتي بالظبط. يلا تعالي ارتاحي شويه لغايه ما احضر العشاء. ماشي انا متشكره قوي. الله الاكل حلو قوي يا طنط، تسلم ايدك. مبسوطه انه عجبك يا حبيبتي. معلش انا هتقل عليكي بكره كمان، انا عندي شغل في السوبر ماركت لغايه وقت متاخر علشان جايلنا بطاعه جديده، فمعلش هنا هتتاخر عندكم بكره. مفيش مشكله، تقعد معانا زي ما تحب. انا مبسوط قوي ان هنا تبقى معانا بكره. انا متشكره قوي، انا مش عارفه من غيركم كنت هعمل ايه. على فكرة يا هنا، انت عيد ميلادك كمان اسبوع. عادي. ايه انت مش فرحانة ولا ايه؟ انا عمري ما تعمل لي عيد ميلاد، نفسي مرة يتعمل لي حفلة وبلالين ويتجاب لي كيكة كبيرة، بس ماما معهاش فلوس عشان تعمل كل ده. مش لازم حفلة كبيرة وكل الكلام ده، مش كل الناس معها فلوس. احنا ممكن نعمل حاجة تفرحنا وخلاص، ولما تكبري وتشتغلي يبقى اعملي الحاجة اللي انت بتحبيها. عندك حق يا اياد، لما اكبر هبعمل حفلة عيد ميلادي واجيب لماما هدايا كتير قوي. سمعت الولاد بيتكلموا في ايه؟ ايه بيقولوا ايه؟ هنا شكلها نفسها يتعمل لها عيد ميلاد، ونفسها يتعمل لها حفلة ويبقى فيها بلالين وطرطة، وانت عارفة المرتب يدوبك بيقضي الاكل والشرب والايجار.
عندك حق، ولادنا مظلومين قوي، يا دوبك في عيد الميلاد بنحضنهم ونقول لهم كل سنه وانتم طيبين وخلاص، بالكتير قوي بنعمل لهم اكله جميله، لكن حفله بقى وكده مش هنقدر. بس انا نفسي افرحها قوي السنه دي. ايه هتعملي لها ايه؟ هتعملي لها حفله كبيره؟ لا مش للدرجاتي، انا مش هقدر اعمل حفله، بس ممكن اشتري لها شويه بلالين وتورته صغيره. وهتجيب الفلوس دي منين؟ هحاول اتكلم مع مديري في الشغل يديني فلوس من القبض الجاي، وانا متاكده ان شاء الله انه هيوافق، وهقدر افاجئ هنا بيوم جميل، وانا هساعدك ان اليوم يبقى جميل. ماشي، انا متشكره قوي. يلا الوقت اتاخر، انا هاخد هنا وامشي. يلا يا حبيبتي علشان تنامي. على فكرة يا ماما، عمو يونس كلمني النهاردة. ايه عايز ايه الراجل ده؟ بيفكرك بالإيجار يا ماما. ما تقلقيش يا حبيبتي، انا محضرة الفلوس في الدولاب، لو جه اي وقت هديهم له، ولو انا مش موجودة قولي لطنط على مكانهم وهي هتديهم له. حاضر يا ماما. يلا يا حبيبتي علشان الوقت اتأخر، لازم تنامي. تصبحي على خير يا ماما. وانت من اهله يا حبيبتي. لو سمحت يا فندم، انا كنت عايز اتكلم معاك في حاجه. خير يا امينه، عايزه ايه؟ كنت عايزه اخد جزء من مرتب الشهر الجاي. مفيش مشكله، بس ممكن اعرف السبب؟ بصراحه عيد ميلاد بنتي قرب، وكنت عايزه اشتري لها تورته لانها عمرها ما جربت يتعمل لها عيد ميلاد، وانا نفسي السنه دي افرحها. كل سنه وهي طيبه. ثواني هجيب لك الفلوس. اتفضلي. انا متشكره قوي يا فندم، انا هرجع اكمل شغل. كفايه عليكي كده، انت اشتغلت كتير قوي النهارده. خلاص فاضل نص ساعة بالظبط وهخلص. لا مش مهم، كملي بكرة عشان الوقت اتأخر والدنيا بتمطر. ماشي، انا متشكرة قوي يا فندم. يا خبر ابيض، الدنيا بتمطر جامد قوي، انا خايفة على الفلوس لا تتبل، وخايفة يجيلي برد ومعرفش اروح الشغل. انا هروح استنى الاتوبيس. انا بقالي ساعة والاتوبيس معداش، شكله كده مش هيجي بسبب المطرة، كده مضطرة اروح مشي. وتوتا توتا خلصت الحدوتة. مساء الخير. شش ما تعليش صوتك، البنت نايمة. انت اتأخرتي ليه كده؟ استنيت الاتوبيس كتير قوي ومجاش، اضطريت اجي مشي. يا خبر ابيض، ومشيتي ده كله في المطره؟ انت كده ممكن تتعبي، انت هدومك كلها متغرقه ميه. مش مشكله، انا هحاول انام. ماشي، انا هستنى بكره هنا. تصبحي على خير. ماما ماما اصحي يا ماما، اتاخرتي على الشغل. ماما مش بتردي عليا ليه؟ يا خبر ابيض، ماما سخنه قوي. انا اروح لطنط، هي اللي هتساعدني. صباح الخير يا حبيبتي. تعالي الحقيني يا طنط، ماما تعبانه قوي. مالها؟ في ايه؟ سخنه وما بتردش عليا، تعالي معايا. يا خبر ابيض، دي سخنه قوي. ايه اللي هيحصل لماما؟ اكيد من المشي بالليل في المطره هو اللي جاب لها الحمى دي.
احنا لازم نجيب لها علاج من الصيدلية، بس المشكلة مش معايا فلوس. على فكرة ماما عينا الايجار في الدولاب، احنا ممكن ناخد جزء منه ونجيب العلاج. برافو عليكي يا حبيبتي، يلا هاتي الفلوس بسرعة. اتفضلي يا طنط. خليكي هنا يا حبيبتي، انا هبعتلك اياد يقعد معاكي وانا هروح اجيب الدواء. ماشي يا طنط، هستناكي. يا رب تخفي بعد ما خدت الدواء ده. انا خايفه على ماما قوي. ما تخافيش يا هنا، احنا معاكي. انا كمان لازم اتصل بمديرها عشان يعرف انها مش هتيجي. يلا تعالوا معايا يا ولاد بره علشان نسيبها ترتاح. انا راح اشوف مين اللي بيخبط. خير يا استاذ يونس، في ايه؟ انا جاي اخد الايجار من امينه، هي فين؟ معلش هي تعبانه قوي. دي مش مشكلتي، انا عايز الايجار بتاعي. بتقولك تعبانه، انت ما عندكش رحمه؟ اياد اهدى وما تتدخلش في الموضوع ده. معلش اسفين يا استاذ يونس. انا مش هكلمه عشان هو عيل صغير، بس واضح انه مش متربي. يلا فين الفلوس؟ صدقني احتاجنا الفلوس عشان نجيب لها العلاج. اديني بس اسبوعين وهنحضرك الفلوس. بصراحه انا زهقت منها، كل شويه اجي لها وماخدش الفلوس، بس هسيب لها الاسبوعين دول عشان خاطرك. وعرفيها لو جيت كمان اسبوعين والفلوس مش موجوده همشيها من البيت. ان شاء الله هتيجي كمان اسبوعين هتلاقي الفلوس موجوده. اشوفكوا كمان اسبوعين. هنعمل ايه يا طنط؟ هنعيش في الشارع؟ ما تقلقيش يا حبيبتي، ان شاء الله مش هيحصل حاجه. انا هدخل اطمن على مامتك. انا زعلانه ومش عارفه اعمل ايه. انا عندي فكره حلوه قوي. يا رب تخفي بعد ما خدت الدواء ده. انا خايفه على ماما قوي. ما تخافيش يا هنا، احنا معاكي. انا كمان لازم اتصل بمديرها عشان يعرف انها مش هتيجي. يلا تعالوا معايا يا ولاد بره علشان نسيبها ترتاح. انا راح اشوف مين اللي بيخبط. خير يا استاذ يونس، في ايه؟ انا جاي اخد الايجار من امينه، هي فين؟ معلش هي تعبانه قوي. دي مش مشكلتي، انا عايز الايجار بتاعي. بتقولك تعبانه، انت ما عندكش رحمه. اياد اهدى وما تتدخلش في الموضوع ده. معلش اسفين يا استاذ يونس. انا مش هكلمه عشان هو عيل صغير، بس واضح انه مش متربي. يلا فين الفلوس؟ صدقني احتاجنا الفلوس عشان نجيب لها العلاج. اديني بس اسبوعين وهنحضرك الفلوس. بصراحه انا زهقت منها، كل شويه اجي لها وماخدش الفلوس، بس هسيب لها الاسبوعين دول عشان خاطرك. وعرفيها لو جيت كمان اسبوعين والفلوس مش موجوده همشيها من البيت. ان شاء الله هتيجي كمان اسبوعين هتلاقي الفلوس موجوده. اشوفكوا كمان اسبوعين. هنعمل ايه يا طنط؟ هنعيش في الشارع؟ ما تقلقيش يا حبيبتي، ان شاء الله مش هيحصل حاجه. انا هدخل اطمن على مامتك. انا زعلانه ومش عارفه اعمل ايه. انا عندي فكره حلوه قوي. برافو يا ولاد، المشروع اللي انتوا فكرتوا فيه بدأ يجيب فلوس. الحمد لله كسبنا النهارده 100 جنيه. خديهم يا طنط عشان نكمل ايجار البيت. برافو عليكم، انا هروح بقى بسرعه علشان اطمن على مامتك. لسه تعبانه، ربنا يشفيكي يا امينه. انا جسمي كله وجعني قوي. الحمد لله انك بتتحسني، انتي ما كنتيش حاسه بالدنيا خالص. الحمد لله على السلامه يا ماما. الحمد لله على السلامه يا طنط. هو انا بقالي كده قد ايه تعبانه؟
بقالك كده اسبوع. يا خبر ابيض، اسبوع وما رحتش الشغل؟ ده اكيد صاحب الشغل طردني وجاب غيري. ما تقلقيش، انا اتكلمت معاه وهو مقدر ظروفك ومستنيكي بعد ما تخفي. انا متشكره قوي انك وقفتي جنبي. بس عندنا مشكله صغيره يا ماما. خير يا حبيبتي، في ايه؟ عمو يونس عايز الايجار، يا اما هيطردنا في الشارع. دي مش مشكله ولا حاجه، انا عاينه الفلوس في الدولاب. للاسف خدنا منها جزء كبير علشان العلاج بتاعك. معلش كنا مضطرين علشان ننقذ حياتك. يعني ايه؟ يعني هنترمي في الشارع؟ ما تخافيش يا طنط، احنا بنحاول نجمعهم تاني. احنا عملنا مشروع عصير انا وهنا وبدانا نكسب شويه فلوس. يعني فلوس الايجار بقت جاهزه ولا لسه؟ لسه ما جمعناهاش كلها، بس ان شاء الله في خلال الاسبوع ده تتجمع. وفي اسوأ الظروف لو حصل حاجه انتوا هتيجوا تعيشوا معانا. احنا بيتنا صغير بس ممكن نعيش فيه كلنا. انا متشكره قوي على كل اللي انت بتعمليه معايا، انت فعلا زي اختي بالظبط. خلاص بقى ما تزعليش يا طنط، احنا معاكي. على فكره يا هنا، انا كنت خدت فلوس من الراجل صاحب الشغل علشان خاطر احضر لك حفله لعيد ميلادك، وفعلا كنت حجزت التورته وكل حاجه بس تعبت. معلش. لا يا ماما، انا مش عايزه عيد ميلاد دلوقتي. احنا ممكن نلغي الحجز ونستخدم الفلوس دي ندفعها في الايجار. ايوه هنا عندها حق، مش وقت عيد ميلاد، الايجار اهم. انا متشكره قوي يا حبيبتي واسفه اني ما عملتلكيش عيد ميلاد، واوعدك لما الظروف تتحسن هعمل لك عيد الميلاد اللي انت كنت بتحلمي بيه. اتفضل يا استاذ يونس، احنا جمعنا لك الايجار. ايوه كده، وعايز الشهر الجاي الايجار ما يتاخرش. ان شاء الله مش هيتاخر. امينه بدات تبقى كويسه وهترجع الشغل تاني. ماشي، سلام. الحمد لله يا ولاد قدرنا نجمع الايجار، وانتوا كمان بذلتوا مجهود كبير قوي. الحمد لله يا طنط ان احنا قدرنا نساعد ماما. الاخبار، دفعتوا الايجار ليونس؟ ايوه الحمد لله، الايجار اتجمع ودينا له الفلوس. انا متشكره لكم قوي، انتوا احسن عيله في الدنيا. انت ايه اللي قوامك من السرير يا ماما؟ انا لازم ارجع الشغل يا حبيبتي، كده كتير قوي. يلا اشوفكم النهارده بالليل. أمينة كفاية شغل كده النهاردة. لا أنا لسه وراي شغل. لا مش هينفع، أنت كنت تعبانة وكمان الوقت اتأخر ومش عايزك تتعبي تاني. أنا متشكرة قوي يا فندم إنك استحملتني الأسبوع اللي فات ده. طبعا لازم أستحملك، أنت ساعدتيني كتير جدا، مش معنى إن أنت تعبتي أسبوع أجيب حد مكانك. ويلا زي ما قلتلك لازم تمشي دلوقتي. أنا متشكرة قوي يا فندم، أشوفك بكرة الصبح. ازيك يا حبيبتي، بتعملي ايه؟ كنت بعمل لك كب كيك يا ماما، شفت الطريقه على النت وقلت اجربها. خدي كده دوقي يا ماما. الله دي حلوه قوي، دي احلى من اللي احنا بنبيعها في السوبر ماركت كمان. بجد عجبك يا ماما؟ ايوه يا حبيبتي والله تحفه، انت شكلك هتطلعي طباخه جامده قوي. يلا تعالي ندي لطنط واياد. ماشي يا حبيبتي، هغير هدومي ونروح مع بعض. انت متاكده ان انت اللي عامله الحلويات دي؟ ايوه انا، امال مين يعني؟ انا مش مصدقه والله يا هنا، دي احلى حلويات كلتها في حياتي. انا حاسه ان انا عايزه اكل منها 15 واحده. وانا عايز 50. انا قلت لها كده برضو انها حلوه جدا. الحمد لله انها عجبتكم. هنا انا عندي فكره حلوه قوي، احنا لازم نخليكي تعملي اكتر من الحلويات دي ونبيعها لاصحابنا اللي في المدرسه، اكيد هنكسب فلوس كتير قوي.
ماشي، انا هرجع البيت اعمل 10 من الكب كيك ده ونحاول نبيعه بكره في المدرسه. يلا يا ماما عشان ما نتاخرش. ماشي يا حبيبتي، يلا وانا هساعدك. كده يا ماما، وزودي شوية سكر. نحط دلوقتي الشوكولاتة، نسيبها نص ساعة وندخلها فرن. يلا نوزع الكب كيك اللي انت عملتيه. يلا انا متحمسة قوي. يلا نروح للولد ده، انا اعرفه. مالك، خد جرب الكب كيك ده ولو عجبك هات 10 جنيه. شكرا يا مالك، وكويس انها عجبتك. تعال نروح للبنت دي. خد يا فريدة الكب كيك دي، لو عجبتك هاتي 10 جنيه. الله، دي احلى كب كيك دقتها في حياتي، انا هشتري منكم على طول. كويس انها عجبتك. يلا ندور على حد تاني. الحمد لله، خلصت الشغل بدري النهاردة. كويس، علشان نلحق نتغدى مع الأولاد لما يرجعوا من المدرسة. ماما ماما ماما، في ايه وايه الفلوس اللي معاكم دي كلها؟ احنا بعنا 10 كب كيك وكسبنا 100 جنيه. الناس حبت الكب كيك قوي وطالبين منه تاني كل يوم. الله، برافو عليكم، كملوا في المشروع اللي انتوا بتعملوه، واضح انكم هتكسبوا كتير جدا. بس اهم حاجة ده ما يأثرش على المذاكرة بتاعتكم. يلا يا اياد، نخلص مذاكرتنا عشان نعمل كب كيكس النهاردة. ايوه، مش عايزين نضيع وقت. يلا احنا بقى نجهز لهم الغدا. اتفضلي يا فريدة الكب كيك. يس، الكب كيك وصل، انا مستنياه من الصبح. يا ريت تعملولي بكرة 5 كمان علشان عايزة اديهم لماما واخواتي. حاضر، هنزود لك الكب كيك بكره. انتوا بتعملوا ايه هنا بالظبط؟ بنبيع كب كيك يا حضرة المدير. انتوا فاكرين المدرسه سوق ولا ايه؟ ما ينفعش حاجه تتباع هنا في المدرسه، الضرر والحاجات دي مش كويسه، ممكن تتعب الطلبه. لا، احنا عاملينها كويسه جدا ونضيفه. ممنوع اي حاجه زي دي، لازم تتباع بره المدرسه مش جوه المدرسه، وده اخر تحذير ليكوا. هنعمل ايه دلوقتي؟ انا عندي فكره. الفكره؟ انت ممكن تبيعوا الكب كيك بره المدرسه مش جوه، تستنوا الطلبه وهي داخله. عندك حق، احنا هنيجي بدري نص ساعه كل يوم ونبيع قبل ما ندخل المدرسه. دي فكره حلوه قوي. ازيكم يا اولاد؟ حضرتك عايزه كب كيك؟ انا مامت فريده صاحبتكم، وهي امبارح جابت لي كب كيك من بتاعكم، وبصراحه عجبني قوي. انا عارفه ان انتم صغيرين، بس عايزه اعرض عليكم شغل. انا عندي مكان ينفع تعرضوا فيه الشغل بتاعكم، اسالوا مامتكم لو وافقت هنبدا شغل على طول. اللي احنا سمعناه ده صح ولا ايه؟ ايوه صح، احنا لازم نسأل ماما لما نرجع. ايه اخبار المدرسة النهاردة يا ولاد؟ حصل حاجة غريبة قوي، مامت واحدة صاحبتنا عرضت علينا شغل. شغل ايه؟ عندها مكان نبيع في الكب كيك، لانه عجبها قوي وقالت لازم اسألكوا الاول. طبعا موافقين وهنساعدكم كمان، دي فرصة حلوة قوي بدل ما تقفوا تبيعوا في الشارع. الحمد لله، المحل شغال كويس جدا. ايوه الحمد لله،
أيوة الحمد لله الناس كلها بتحبنا. بس إيه يا ماما التورتة دي؟ أنا وعدتك يا حبيبتي أجيب لك تورتة في عيد ميلادك السنة اللي فاتت، لكن السنة دي معانا فلوس ونقدر نعمل اللي إحنا عايزينه. شكرا قوي يا ماما، ده هيبقى أحسن عيد ميلاد. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا هنا، سنة حلوة يا جميل.